الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا وأهلا بكم أحبتي المستمعين والمشاهدين في هذا اللقاء الجديد بعنوان أحسن القصص. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، صورة في كتاب الله مدنية نزلت في امرأة من الصحابيات وفي زوجها، وهي خولة بنت حكيم، وقيل خولة بنت ثعلبة. نترك الحديث يا أحبة لخولة، وماذا تقول في سبب نزول تلك الآيات؟ تقول خولة: كنت عند أوس بن الصامت، وهو أخو عبادة بن الصامت، وكان شيخ كبير وقد ساء خلقه. وهذه طبيعة الإنسان عندما يكبر في سنه ويتقدم به العمر، فإن أخلاقه لا شك تتغير وتتبدل، والإنسان ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فالرجل لما كبرت سنه تغيرت أخلاقه. تقول خولة: فدخلت عليه فعارضته في أمر ما، تقول حدث بيني وبينه سوء تفاهم، فقال ذلك الشيخ الكبير: أنت علي كظهر أمي. وهذه الكلمة يا أحبة تسمى الظهار، وكان الظهار في الجاهلية هو طلاق. بمجرد أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، مباشرة يحدث الطلاق والفراق بينهما وتصبح بائن. عندما سمعت خولة هذه الكلمة خرج من عندها أوس بن الصامت، خرج إلى ناديه مع أصحابه ساعة ثم عاد إليها، فأرادها، تقول: فأرادني عن نفسي، تقول: فامتنعت منه، فوثب إليها الرجل، تقول: فغلبته كما تغلب المرأة الشيخ الكبير، تقول: وألقيت به وقلت: والذي نفس خولة بيده لا تخلص إلي حتى أعرف حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذا دليل على إيمان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، أنهن لا يقدمن بين يدي الله ورسوله حتى تعرف ما هو حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا. تقول: فخرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منهن ثيابا، انظر إلى الفاقة والحاجة التي كانت في الصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهن. تقول: فأخذت منها ما احتجت إليه لأني سأقابل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الإنسان يأتي بأحسن هيئة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولحضرته وبين يديه. فخرجت إليه فقلت: يا رسول الله، إن أوسا قد كبرت سنه، وقد نثرت له ما في بطني، وقد كبرت سني، وعندما انقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إلى الله ما قال في. وفي رواية أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، قالت: وإني أسمع خولة ويخفى علي بعض كلامها، والله لا يخفى عليه شيء. وهي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، كبرت سني ونثرت له ما في بطني، وعندما انقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنه قال لخولة: ما أراك يا خولة إلا وقد يعني بنتي منه، وهذا يعتبر طلاق. فقالت خولة وهي تريد المحافظة على التماسك والترابط الأسري، قالت: يا رسول الله، إنه ابن عمي وإني آثرت صحبته. وكانت حريصة رضي الله عنها على بقاء الصحبة وبقاء الزواج، وكان الأمر في أول الأمر كما قلنا أنه يعتبر طلاق. تقول عائشة: ما هي إلا أيام حتى
نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا في خولة وفي صاحبها. قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وهذا هو حكم الله عز وجل. فالإنسان إذا ظاهر زوجته بقوله أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي أو كظهر أي امرأة من المحارم فإن هذا يسمى ظهار. فكفارته يا أحبة أن يقوم بعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآيات أحبة نزلت في خولة رضي الله عنها وفي زوجها الصحابي الكريم. ومن هذه الآيات ومن هذه القصة يا أحبة نخلص إلى أمور مهمة. أولا وأول أمر مسألة الغضب. أن ذلك الصحابي وهو أويس ابن الصامت وهو أخو عبادة بن الصامت عندما غضب تلفظ بهذه الكلمات، وهذا لا شك أنه أثر سيء. والإنسان أحيانا عندما يغضب ربما تصرف بتصرفات لا تحمد عقباها، ولذلك جاء الدواء الناجع في مثل نيران الغضب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان فقط يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في حديث سليمان بن السرط يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجلين يتخاصمان ويتسابان، يقول: فنظرت إلى أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم لو أنه قال كلمة واحدة لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الدواء الأمثل للغضب يا أحبة. لا شك أن الغضب ظاهرة طبيعية عند الإنسان، وابن آدم يغضب، وربنا سبحانه غضب على اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، والإنسان يغضب. لكن الغضب لا بد أن يكون موزونا ومضبوطا بضابط معين، لا يتسرع الإنسان. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب الإنسان وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع. وهذا علاج للغضب، أو يتوضأ أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا العلاج الأمثل للغضب. ويقال أن أبا ذر جاءه رجل فأراد أن يساعده في حوض إبله فكأنه كسره، فجلس أبو ذر رضي الله عنه من شدة الغضب، وقيل أنه اضطجع. فهذا هو الحل الأمثل يا أحبة في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني ومن فوائد هذه القصة يا أحبة رجحان عقل هذه المرأة يدل على اتزان عقلها وفهمها وحكمتها. ولهذا يقال أن عمر بن الخطاب كان يسير في الطريق وبجانبه الجارود العبدي، فظهرت لهم هذه المرأة وبرزت في الطريق، فسلم عليها عمر فقال: السلام عليك، فردت عليه السلام، فقالت: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت صغيرا تسمى عميرا، وكنت في سوق عكاظ وترعى الضان، تقول: فما ذهبت الأيام وما برحت حتى سميت عمرا. قال: هيهات، وما ذهبت الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. كأنها تعاتبه، ثم قالت: فاتق الله يا عمر في الرعية، فاتق الله يا عمر في الرعية، فإن الإنسان إذا خاف الوعيد قرب منه الوعيد، واتق الله فمن خاف الموت خشي عليه الفوت. كلمات تكتب بماء الذهب. فقال لها الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرف من هذه؟ هذه التي سمع الله قولها سبحانه وتعالى، فوالله أن عمر
أحق بالسماع منها. فهذه المرأة لا شك أنها مرأة عاقلة من تصرفاتها ومن حديثها. كذلك نستفيد أن المرأة كانت وكان همها المحافظة على الترابط الأسري في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني آثرت صحبته. هذا هو النموذج الذي يحتذى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء جديد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha